للمرمى او بيلعب كمان في الطرف الشمال في كتير من الاحيان. يعني وليد سليمان من اللعيبه اللي بتلعب في مراكز الهجوم الثلاثه تحت راس الحربه، سواء يمين او في العمق الهجومي او في الشمال. ادي على طول وليد وجول، ويحط جول ويحط الهدف الاول للنادي الاهلي وليد سليمان على طول. يا ولد يا ولد، وليد سليمان المتالق السنه دي في مطلع الموسم يمكن قبل اصاباته في تشكيله النادي الاهلي. وليد سليمان الحقيقه من اللعيبه المميزه جدا تهديفيا، جايب 3 اهداف في الدوري، والسنه اللي فاتت كان الهداف بتاع النادي الاهلي في مجمل المسابقات الحقيقه، السنه اللي قبلها